البداية من ولاية تلمسان، في اليوم الثاني من زيارته أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سفيان سلاوتشي على لقاء جهوي بمدينة الغزوات للتطوير وترقية الصيد في أعالي البحار. اللقاء حضره إطارات القطاع للجهة الغربية والمهنيين، كما تم بالمناسبة تسليم 6 رخص استغلال بالبحر لتطوير شعبة تربية المائيات بساحل تلمسان. التغطية لأمين سعودي. في خضم المسعى الاستراتيجي والعملي، يأتي تنظيم هذه الورشة التشاورية والترقوية من أجل شرح البرنامج الذي تبنته وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، والاستماع إلى اقتراحات وآراء المهنيين والتشاور معهم في المقام الأول مع من هم على مستوى الميدان المعنيين بممارسة النشاط وبتطوير شعبة الصيد في أعالي البحر. وكما هو معلوم، فإن هذه المقاربة التشاورية التي مرت بثلاث مراحل على مستوى القطب الشرقي في القطب والقطب ثم القطب الوسط واليوم مع القطب الغربي، ستستكمل مسارها بورشة تكوين فرصة لتجميع كل الآراء والانتهاء من إعداد الإطار التنظيمي والإداري لتطوير شعبة الصيد في أعالي البحار، خاصة مع مشروع تعديل قانون القطاع. وإذ أؤكد على حرص الحكومة لمرافقة جهودكم في إعادة إنعاش وتطوير هذه الشعبة، فإنه لا يفوتني أن أشكر كل أولئك المهنيين الذين اقتحموا هذه الشعبة لمبادراتهم الشخصية، عازمين على رفع راية الجزائر في كل البحار.